بسم الله. السلام عليكم. القاعدة الرابعة، قال الإمام ابن رجب: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد، يعني اتفقوا على الإسناد، يعني إذا مثلا حديث يرويه الزهري ووجدنا الحفاظ حديث الزهري كمالك كشعيب ابن أبي حمزة كابن عيينة اتراوا الحديث عن الزهري على وجه واحد من غير اختلاف لا في الإسناد ولا في المتن، وانفرد واحد منهم بإسناد آخر أي مخالفا لهؤلاء الذين اتفقوا أو زائدا عليهم، يعني إما مخالفا لهم في وصل الحديث وإرساله أو نحو ذلك، وإما أنه جاء لنفس الحديث بإسناد آخر غير الإسناد الذي اتفقوا عليه. قال: فإن كان المنفرد ثقة حافظة، لابد أن يكون موصوفا بالوصفين معا، الثقة والحفظ، أما إذا كان ثقة غير حافظ فهنا لا يقبل تفرده بمثل هذا الإسناد، لا سيما وغيره لا يأتي للحديث بهذا الإسناد إنما يأتي له بإسناد آخر. قال: فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة. زيادة الثقة هي زيادة تقع في حديث واحد يرويه عدد من الرواة فيزيد أحد الرواة في هذا الحديث زيادة لا يذكرها سائر من روى الحديث، لكن هنا الصورة تختلف نسبيا، وهو أن جماعة من يروي الحديث يروونه بإسناد وهو جاء له بإسناد آخر، فهي نوع من أنواع الزيادة، هو نوع من أنواع الزيادة، زاد على غيره إسنادا لم يذكره، واتفاق هؤلاء الرواة الحفاظ على عدم ذكر هذا الإسناد لهذا المتن يشعر بعدم ثبوته، لكن من الممكن أن يكون ثابتا إذا كان من جاء به موصوفا بالثقة والحفظ، وحينئذ يكون كالحديث المستقل يقبل منه، إلا أن يترجح لقرينة ما أنه خطأ ممن جاء به كما وقع مثل ذلك في بعض الأحاديث، زي حديث معمر عن الزهري في الفأرة التي وقعت في السمن، واضح؟ فالرسول رواية الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألقوها وما حولها. معمر روى نفس الحديث بنفس الإسناد الذي جاء به غيره من الحفاظ، وجاء بلفظ فيه تفصيل: إن كان جامدا وإن كان مائعا، فإن كان مائعا ألقوه كله، وإن كان جامدا ألقوه وما حولها من السمن. فهنا معمر جاء بنفس الإسناد لكن غير في المتن وأتى بهذا التفصيل، ثم إنه هذا التفصيل نفسه رواه هو نفسه بإسناد آخر غير الإسناد الذي جاء به الحفاظ للحديث، فكان ذلك من دليل عدم إتقانه للحديث، واتفق جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث مما أخطأ فيه معمر، فلم يقبلوا منه التفصيل الوارد في الرواية التي وافق فيها الجماعة ولا الرواية التي جاء بها وبإسنادها متفردا بها عن غيره ممن روى الحديث، والإمام ابن القيم له بحث جميل جدا في هذه المسألة، وأكثر جمهور أهل العلم على إعلال هذا التفصيل الوارد في هذا الحديث. نعم. إذا وافق في الإسناد وخالفهم في المتن في زيادة أو في تفصيل المعنى، دي مسألة زيادة الثقات، احنا هنا بنتكلمش عن زيادة الثقات، هنتكلم على أن يأتي للحديث نفسه بسند آخر غير الإسناد الذي اشتهر به الحديث، فهي بيقول هذه شبيهة بزيادات الثقات لكنها ليست هي مسألة زيادات الثقات، مسألة زيادات الثقات تكلم هو فيها قبل ذلك
فيما لم نشرحه من الكتاب، مفهوم؟ وهي مسألة طويلة محتاجة يعني وقت. خلينا نشرح القواعد. وعناية ليك تتؤمر يا جميل. شيخنا لماذا لم يقبل السند التفسير لابن واحد السند الآخر؟ نعم، لماذا لم يقبل التفسير؟ لأنه معمر هو متفرد بكل هذا، متفرد بالتفصيل ومتفرد بالإسناد الآخر، فتفرده على هذا الشكل مع مخالفته لغيره من كبار أصحاب الزهد الذين لم يذكروا هذا التفصيل رجح عند أهل العلم كونه معمر لم يصب ولم يحسن حفظ الحديث مع اعتبارات أخرى وقراءة أخرى. لكن يعني يصعب جدا أن الحديث يرويه عدد كثير لا يذكرون هذا التفصيل ولا يذكرون ذلك الإسناد الآخر الذي جاء به معمر، ثم يكون معمر هو المصيب في كل هذا وهم غفلوا عن ذلك كله. هذا أمر في غاية البعد. يعني ما هو يمكن كل الاحتمالات الواردة وارد، لكن هل احتمال قوي أو ضعيف قضية أخرى، فهم؟ مسألة ما هو لو كان الاحتمال غير وارد بالمرة لما اختلف العلماء، لكن في احتمال من ناحية في احتمال هو الكذاب مش ممكن يصدق، ممكن مش ممكن من حيث الاحتمال العقل المجرد وارد، لكن قضية بقى ان هو القراءة تدل على انه اصاب او اخطأ او صدق او كذب، هو من هنا يأتي الترجيح. الكذاب نحن نكذبه ولا نقبل خبر مع علمنا بأنه يمكن ولو احتمالا ضعيفا أن يكون أصاب. الاحتمالات الضعيفة المستبعدة لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها، مفهوم؟ مع اعتقادنا بأنها واردة، أيوة وارد، لكن ليس كل وارد يكون وروده قويا بحيث يكون راجحا في المسألة. وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد؟ قبل الحديث اللي انا بقول لكم عنه هيجيبه يا عم عشان ما تزعلش. هو الراجل جابه عشان ما حدش يقول بقى انا بجيب حاجه من عندي، ماشي؟ وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه؟ أو الاحتمال هو وارد ولا مش وارد هيقول لك بقى. طبعا قد يقوى جانب القبول في موضع وقد يقوى جانب الرد في موضع، هنا تتجلى اعتبارات العلماء وفهم العلماء وفقه العلماء في التعامل مع الروايات. ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث، متوسع في الرواية، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري والثوري والشعبة والأعمش. ده وارد ولا مش وارد؟ يعني واحد زي الزهري إيه المانع يكون عنده أكثر من سند للمتن الواحد ولا يكون غيره بمنزلته في ذلك؟ لكن واحد أصلا جرب عليه الخطأ وليس من شأنه حفظ ذلك ووجد في رواياته أخطاء من هذا القبيل، فهذا يرجح جانب الخطأ على جانب الإيه؟ الصواب. مثال ذلك ما رواه أصحاب الأعمش مثل وكيع يعني ابن الجراح وعيسى ابن يونس وعلي ابن مسهر وعبد الواحد ابن زياد وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم اللي هو مين بقى؟ النخعي. عن علقمة اللي هو مين؟ ابن قيس. ما انت تبص في الشيخ بتاعه، الشيخ بتاعه مين؟ عبد الله اللي هو ابن مسعود، يبقى هو ابن قيس على طول. علقمة بن وقاص ده اللي بيروي عن عمر، فاهم؟ مش اي علقامه بقى كده ومشي حالك يقول لك تشابه اسماء. عن علقامه ابن قيس
عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، فمر على نفر من اليهود فسألوه عن الروح إلى آخر الحديث. وخالفهم عبد الله بن إدريس فرواه عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله ابن مر. إذن كل الروايتان عن الأعمش تلاحظ، لكن سيقع خلاف بعد ذلك. ها الأعمش في الرواية الأولى يرويها عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، في الرواية الثانية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق ابن الأجدع عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود. إذن سند آخر أم لا؟ ولم يتابع عليه، فصححت طائفة الروايتين عن الأعمش، يعني قالوا هذا تحمله الأعمش بإسنادين عن ابن مسعود فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا. وخرجه مسلم من الوجهين يعني بالإسنادين، وقال الدارقطني لعلهما محفوظان، وابن إدريس من الأثبات ولم يتبع على هذا القول. إذن هنا ترجح كون الروايتين صوابا، يبقى إيه ده على الاحتمال الوارد. ليه؟ لأن الأعمش يحتمل من مثله أن يأتي بذلك، والراوي عنه عبد الله بن إدريس من المتثبتين فيه، فمثل هذا إيه مشوا فيه الروايتين واحتملوا الروايتين وصححوا الروايتين. قلت ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، يعني كأنه يقول أنا لم أخطئ، ده أنا عندي إسنادان مش إسناد واحد، ماشي؟ طيب، وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي روى به الجماعة، فخرجه ابن أبي خيثمة في كتابه، يعني في كتابه في التاريخ، يعني حدثنا عبد الله ابن محمد أبو عبد الرحمن الكرماني كتبت عنه بكفر بيا بفتح الباء وتشديد الياء بكفر بيا مدينة بإزاء المصيصة على شاطئ جيحان. جميل. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إني لأمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. إذن هنا إيه؟ هنا ترجح كون الروايتين صوابا. مثال آخر، روى أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفأرة في السم اللي احنا قلناه من شوية. جميل. ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة جاء له بإسناد ايه آخر. فمن الحفاظ من صحح كلا القولين هنا أو منهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الزهري وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد، منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. وذكر الزهري أن سعيد بن أبي هلال تابع معمرا على روايته عن الزهري عن ابن المسيب عن سعيد المسيب إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة. إذن وافقه في كونه من حديث سعيد بن مسيب فحسب، ولم يوافقه في كونه من حديث أبي هريرة، وإلا في الحديث عن ابن عباس عن ميمونة. قال ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين كليهما. جميل. بالإسنادين إيه؟ نفس اللي وقع في الرواية الإيه؟ الأولى، صحيح؟ وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معا، ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معا، وتابعه الأوزاعي عن الزهري فرواها عن عبيد الله عن ابن عباس، وكذلك رواه إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن الزهري، لكنه حمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، يعني لم يذكر التفصيل وإنما ذكر اللفظ
الذي ذكره غيره من الحفاظ ها حمل حديث آسف يعني جاء لحديث ابن عيينة الذي هو أصلا ليس فيه التفصيل فرواه بالتفصيل الوارد في حديث معمر، بينما الثابت عن ابن عيينة عدم التفصيل. قال وقد سبق ذلك كله مستوفا في كتاب الأطعمة. واضح طبعا هنا ذكر الخلاف ولم يشر إلى الراجح في لعله في كتاب الأطعمة، طبعا يقصد كتاب الأطعمة في شرح الترمذي الذي فقد يعني لم يطبع لم يوجد أصلا، فقد في حياة الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. تعلمون أن شرح علة الترمذي دوت جزء من شرح الترمذي نفسه، هو شرح الترمذي كله ولكن فقد في جملة ما فقد في حروب التتار. هذا الكتاب لو بقي ووصل إلينا لكان يغني عن جميع الشروح، لكن شاء الله أمرا كان مفعولا، قدر الله ما شاء فعل، نسأل الله أن يعوض هذه الأمة. طبعا هنا ذكر خلاف العلماء، لكن الراجح كما قلت عدم التفريق الذي جاء به معمر، وإن كان التفريق يفتى به في بعض المذاهب، يعني قد يكون التفريق من ناحية الفقهية صحيحة لكن من ناحية الرواية والحديثية ليس صوابا، وكأن معمرا لما رأى أن بعض الفقهاء أو بعض السلف يفتي بالتفريق ظنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى الحديث بهذا التفصيل، بينما التفصيل لبعض العلماء وليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما إن كان المنفرد عن الحفاظ سيء الحفظ، يعني هنا بنتكلم عن الثقات جميل، أما إذا كان سيء الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليه بالوهم. مثال ذلك أن أصحاب الزهري رووا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجامع في رمضان، في حكم المجامع في رمضان، ورواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فحكم الأئمة بأنه وهم في ذلك. ليه؟ لأن هشام بن سعد له بعض الأغلاط، هشام بن سعد له بعض الأغلاط وليس هو من كبار أصحاب الزهري الحفاظ. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهورة، يعني سلك المجرة أتى بالجادة، في أساليب كده تأتي كثيرا في الروايات زي مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ماشي، الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. عادة المخطئ إذا أخطأ يركب على المتن إسنادا من أشهر أسانيد بلده، لأنه من شأنه هذا السند يأتي على لسانه كثيرا فيخطئ، زي حديث يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، ده حديث صحيح في البخاري ومسلم. نفس الحديث رواه من؟ رواه روي اسمه جرير ابن حازم، وهذا وإن كان من جملة الثقات لكن له أغلاط معروفة عند أهل العلم. فقال حدثنا ثابت البناني عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون. بعض من لا يفهم يقول ما المانع أن يكون الحديث له إسنادان، أحدهما عن أبي قتادة والآخر عن أنس ابن مالك زي ما أنت بتقوله من شوية، يعني المانع؟ لكن هذا الحديث كل العلماء قالوا خطأ، كل العلماء قالوا خطأ. ليه؟ لماذا قال العلماء إنه خطأ؟ قالوا لأن جرير ابن حازم جرب عليه الخطأ ومعروف بأن له أغلط عند أهل العلم،
ولأن هذا الحديث تفرد به عن ثابت ولم يرويه أحد عن ثابت دونه، وثابت من الحفاظ المكثرين الذين اعتنى الناس بأحاديثهم، فما بال هذا الحديث لا يروي عن ثابت إلا جرير مع ما عرف من كونه يخطئ أحيانا. الأمر الآخر وهذا الذي ذكره الإمام أبو داود وغيره هو أن بعض العلماء بيّن وجه الخطأ في هذا الحديث، وهو أن جرير بن حازم كان جالسا في مجلس ثابت البناني، وثابت البناني في هذا المجلس كان قد حدث بجملة أحاديث عن أنس ابن مالك، فلما انقضى المجلس جلس جرير بن حازم مع بعض أصحابه في مجلس خاص بعد انقضاء مجلس ثابت البناني، ففي هذا المجلس الخاص حدث بعض الجالسين بحديث عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، ولم يكتب جرير هذا الحديث في المجلس، وهو مجلس من مجالس المذاكرة، تذكرون سابقا قلنا إن مجالس المذاكرة يقع فيها التسامح كثيرا. المهم وبعد أن انقضى المجلس، بعد أن انقضى هذا المجلس وذهب كل في سبيله، أخذ جرير يكتب ما قد تحمله في مجلس ثابت البناني هذا، فكتب في جملة ما كتب هذا الحديث على أنه مما أخذه في مجلس ثابت عن أنس، بينما هو أخذه في مجلس آخر ملحق بهذا المجلس من رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري، فلكون المجلسين متقاربين ظن جرير أن كل ما سمعه في هذا اليوم كله عن ثابت عن أنس، فدخل عليه الحديث ورواه عن ثابت عن أنس. شفت العلماء كان عندهم جواسيس، عارفين كل حاجة، عارفين كل الراوي ده سمع ازاي وامتى وفين، حدش يقدر يعمل عليه انقلاب. ماشي يا عم. فإن كان المنفرد من الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهورة، ولذلك الإمام أحمد يقول إذا كان الحديث غلطا، إذا كان الحديث غلطا فإن كان من حديث أهل البصرة قالوا ثابت عن أنس، لأن ده أشهر أسانيد أهل البصرة، وإذا كان من أحاديث أهل المدينة قالوا محمد بن مكدر عن جابر، لأن هذا أشهر إيه؟ أحاديث أسانيد أهل الإيه؟ المدينة يحيلون عليها. قال وقد سلك الطريق المشهورة والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وغلطه وخطأه، لأن الطريق المشهور تسبق إلى الألسنة والأوهام كثيرا فيسلكه من لا يحفظ. مثال ذلك حديث روى حماد بن سلمة، معروف هذا الحديث جميل، روى حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن حبيب ابن أبي سبيعة. شوف هنا ثابت من شأنه أن يروي عن أنس، فتلك الطريق المشهور أن يروي ثابت عن أنس، فإذا روى عن غير أنس تكون تلك الطريق إيه؟ غير مسلوكة، طريق غير مشهورة. فإذا أخطأ الراوي ماذا سيفعل عندما يأتي على لسان ذكره ثابت يقول عن أنس، لأن هذا أكثر ما يجيء في الروايات ثابت عن أنس. أما من يقول ثابت عن حبيب ابن أبي سبيعة فهذا إيه؟ يدل على أنه أتقن وحفظ، صح؟ الضبع عن الحارث أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال أعلمته؟ قال لا الحديث. هكذا رواه حماد بن سلمة وهو أحفظ أصحاب ثابت. مش قلنا قبل كده
إن أحمد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني وأثبتهم في حديثه كما سبق، وخالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ. الشيوخ يعني إيه؟ ممن ليسوا بالحفاظ. الرواة عن ثابت كمبارك ابن فضالة وحسين ابن واقد ونحوهما فرووه عن ثابت عن أنس، عملوا إيه؟ سلكوا المجرة، جاءوا بالإسناد المشهور. واحد يقول لك بس دول كتير، كذا واحد مش كده ولا إيه؟ صح؟ ما هذا شأن الخطأ. المخطئ عندما يخطئ يأتي بإيه؟ بالإسناد السهل الذي دائما وأبدا يأتي على لسانه. فالضعيف عندما لا يحسن حفظ الحديث، عندما يهرد على لسانه ذكر ثابت، فالذي يتبادر إلى ذهني هو إيه؟ أنه يرويه عن أنس، فيقول أنس. فإذا اجتمع جماعة ورواه عدد عن ثابت عن أنس مخالفين حافظ واحد، فالحافظ حينئذ يقدم على هؤلاء ولو كانوا عددا. فهم يا عم؟ ليه؟ لهذه القرينة القوية. وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد وخطأ من خالفه منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني. قال أبو حاتم مبارك يعني ابن فضالة لزم الطريق، يعني إيه؟ مشي على الطريق السهل مش كده ولا إيه؟ لزم الطريق، يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام، فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. لأن رواية ثابت عن حبيب رواية قليلة الوجود، نادرة الوجود، فلو كان حماد أخطأ لكان أسهل عليه أن يقول ثابت عن أنس مش كده ولا إيه؟ لكن لما قال ثابت عن حبيب دل على أنه أتقن حفظ هذا الحديث، وده موجود في حياتنا اليومية. ده موجود في حياتنا الايه؟ اليومية. زي مثلا هقول لك انت مثلا دخلت الجامعة هنا، فواحد سألك اين الدكتور وليد؟ وانت غير ايه؟ متأكد في مكاني، صح؟ فتقول في المكتب، مش كده؟ لماذا؟ لان اكثر شأن الدكتور وليد ان يكون فين؟ في المكتب. اتري مش في المكتب، في المسجد مثلا، او في بعض الاماكن في المتعلقه بالجامعه، وهكذا. هكذا الناس بطبيعتهم عندما لا يكون متقنا من شيء فيحيل على الاشهر، على اسهل شيء. مفهوم هذا الكلام؟ قال وابو حاتم كثيرا ما يعلل الاحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من الائمه. وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي، فإن مالكا روى عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه، يعني وأشار بأصابع يده صلى الله عليه وسلم. وخالفه ابن عيينة، خلي بالك، شوف هنا مالك ها روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، وهنا قال وخلفه ابن عيينة فروى عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول مالك. ليه؟ لأن صفوان بن سليم أكثر ما يروي عن عطاء بن يسار. قال الحميدي قيل لسفيان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان وما يدريه؟ أدرك سفيان صفوان؟ قالوا لا، لكنه قال إن مالكا قال عن صفوان عن عطاء ابن يسار، وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها،
فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ يعني لو كان غلط اللي هيغلط يجيب سند زي ده، يعني يجيب سند قليل الوجود في الأسانيد. أكيد اللي بيغلط بيجيب السند اللي على لسانه الذي يذكره كثيرا. واحد يجيب بقى السند من وراء الشمس وتقول لي غلط، طب لو غلط ما خلق قدامه أسانيد يجيب واحد منها القريب منه الذي دائما وأبدا تأتي به الأحاديث. فكونه يأتي بإسناد في مثل هذه الغرابة، أسماء فيه يتضمن أسماء رواة ليسوا كثيرا يأتون في الأحاديث، فهذا من إيه؟ من دلائل حفظه. فقال سفيان ما أحسن ما قال. يعني إيه الفقه ده؟ هو ده بقى فقه الإسناد. لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد. شفت بقى الفهم؟ شفت بقى الفهم؟ هو ده بقى مش الإسناد. يعني بعض الناس بتعلق بتصور ان السند او علم الحديث مجرد اسانيد وبس، فلان عن فلان عن فلان، فلان ثقة وشيخه ثقة وشيخه ثقة، اذا الحديث صحيح. ده مش علم. ده لو كان العلم بهذه السطحية لكثر كل الناس محدثين وعلماء حديث، مش كده ولا ايه؟ فما بالنا لا نجد في هذا العلم من يتكلم فيه إلا قلة في كل زمان ومكان. حتى قيل فقد في أظن ابن الجوزي قال في القرن الخامس وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ده في القرن الخامس. زي البخاري رحمه الله تعالى في حديث رواه الأعمش، فيما أذكر الأعمش أي نعم الأعمش، رواه الأعمش عن إبراهيم النخعي، فيما أذكر أي عن إبراهيم عن الحكم، عن إبراهيم عن ابن مسعود. الأعمش رواه عن إبراهيم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو ابن مسعود يعني. جميل. رواه راوي آخر اسمه الحسن ابن عبيد الله، اسمه الحسن ابن عبيد الله، وهذا بطبيعة الحال دون الأعمش في المنزلة. فرواه عن إبراهيم عن رجل من جعفة يقال له قرثع عن ابن مسعود فذكر الحديث. الإمام الدارقطني سئل عن هذا الحديث فقال رواية الأعمش أصح. طب ليه؟ إذا الحسن ابن عبيد الله غايته أن يكون صدوقا، لكن الأعمش إيه؟ من كبار الحفاظ، فبطبيعة الحال تقدم رواية إيه؟ الأعمش على رواية الحسن بن عبيد الله. جميل يا عم، لحد كده ماشيين صح؟ الترمذي سأل البخاري عن الحديث ده فقال حديث الحسن بن عبيد الله عندي محفوظ، يعني صواب. وخلي بالك من العبارة، ما قالش ان رواية الحسن بن عبيد الله مقدمة على رواية الايه؟ الأعمش، لكن عايز يقول ان الحسن بن عبيد الله حفظ الحديث لم يخطئ فيه، كأنه يقول كلاهما صواب. إلا أن الأعمش لم أسقط من الإسناد هذا الراوي الذي لم يسمى اللي هو من يسمى قرثع، حتى رواية عن رجل من جعفة يقال له قرثع أو ابن قرثع، يعني حتى كأن الأعمش لما وجد أن الاسم مجعلص كده قال لك إيه؟ الله غني عنه. خلينا عم في الإيه؟ في السهل. لكن الحسن بن عبيد الله جاء بالإسناد كما سمع. طب إزاي يا إمام والحسن بن عبيد الله دون الأعمش؟ هنا بقى الفهم، هو عايز يقول إيه؟ لو كان الحسن بن عبيد الله غلط كان أسهل عليه يشيل الاسم ده كله، إلا هيخليه يحفظ واحد من جعفة اسمه قرصع أو ابن قرصع. اللي يجبرني إن أنا أروي عن ابن قرصع ده؟ صح؟ فكونه جاء بهذا الاسم الشديد
الاسم الذي ليس من شأنه أن يأتي في الأسانيد، الاسم الذي يصعب حفظه عادة، دل على أنه حفظ أم لا. تاني حاجة، أصلا الرواية برواية الأعمش غير متصلة، لأن إبراهيم عن ابن مسعود نحن نعلم أن بينه وبين ابن مسعود واسطة، لأنه لم يدرك ابن مسعود، واضح؟ فإذا جاءت الرواية الأخرى رواية الحسن بن عبيد الله وبينت الواسطة بينه وبين ابن مسعود، فليس هذا من باب الاختلاف، وإنما هذا من باب بيان المجمل. فرواية الأعمش مجملة لم يذكر فيها الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود، رواية الحسن بن عبيد الله بينت ما أجمل في رواية الأعمش، فليس هذا اختلافا يوجب الترجيح، بل هو إيه؟ نوع بيان وتوضيح. حد فهم حاجة؟ ومن ذلك أن حسين ابن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة عن علقمة ابن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفع اليدين في الصلاة، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء له بسند إيه؟ آخر. وسئل عن ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله، سئل عن ذلك فقال شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حسين بن عبد الرحمن يعني. فهنا قدم رواية شعبة على رواية إيه؟ حسين بن عبد الرحمن. القول قول شعبة، من أين يقع شعبة؟ بص بقى التعليل، إذا مش رجح رواية شعبة فقط لمجرد أن شعبة أحفظ، لكن برضك في شيء في الرواية يجعلك تميل إلى هذا الترجيح اللي احنا بنسميه القرائن. ها؟ بيقول إيه؟ من أين يقع شعبة؟ عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل، يعني إسناد إيه؟ ليس من شأنه أن يأتي كثيرا، فكونه جاء به في هذا الحديث مخالفا عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن دل على ان شعبه حفظ، يشير الى ان هذا اسناد غريب لا يحفظه الا حافظ، بخلاف علقمة بن وائل عن ابيه فانه طريق مشهور، فانه طريق ايه؟ مشهور. ماشي، ناخذ 5 دقائق كمان يا اخي، الواحد بدا يتعب، وبعدين احنا دخلنا في الدسم، يعني علم العلل ده دسم كله، فدوني 5 دقايق كده راحه كده ونرجع تاني ان شاء الله. الشيخ سؤال على السريع، يعني هاي واي اتفضل. قال الحميدي وقيل لسفيان ان عبد الرحمن بن مهدي يقول ان سفيان، هل السفيانين هما واحد سفيان بن عيينه؟ يقصد في هذا الحديث، لكن سفيان احيانا يكون ابن عيينه واحيانا يكون الثوري، لكن في هذا الحديث هو ابن عيينه، لان الحميدي ايوه هو بيتكلم هنا على ابن عيينه. نعم، الاثنين سفيان، لان سفيان ذكر، ايوه يقصد سفيان المذكور اولا. نعم، موجود في السياق الكلام.